بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز عبد الله، إيش انطباعك بعد هذا المسار؟ الحمد لله انطباع طيب وجيد وما قصر، جزاه الله خير. المسار جيد وممتاز صراحة، ممتاز جدا صراحة، ما عليه مكسور كل شيء صراحة، ممتاز كل ممتاز. كيف يمكن تشجيع الآخرين للمشاركة في مسار الرياضة؟ والله شجع مثل هذا الرياضة، شجع الجميع للمشاركة في هذا الرياضة، كان صغير وكبير ويقدم المشي. أنا أفضل إن المشي صحة جيدة وتعرف الناس والناس يعرفوك وكل شيء وتعرف المكان صراحة. جزاك الله خير. الله يقبل إن شاء الله.